في الشون لا ما نرد فيش هرد فيش في فاي مشيت انت قبيت شوي على الخفيف لا غطم لي جوا لا مش بلد فيش مش بلد فيش كمل تحت جبتهم جوا تحت على الاخير فقع هامورة وهذا عم بتقاتل لهون صرت طالع فيها شي 100 متر صال يمكن ما بتوقع صال او تونة تونة صغير هيد شيك تونة هيك على الأخير دراجي تقريبا اسحب هذا يا عمي طيب شباب اللي ضرب الأورنج أورنج مع الأرض تقريبا لا بعد بده تو بدك تفيض ايمان اذا هي ما بتطلع انت ما فيك تطلعها شو لحن بس نشوفها ان شاء الله من بين ممكن نص كيلو انت في التكنيكال ما تعرف هياها بنت يا شباب بنت 3-4 كيلو يا عندك حسب الضربة وين بتكون يا شباب إذا ضربها على الجنب يبين وزنها 100 كيلو أو
رد يا شباب رد. ما شاء الله شفنا الحبة. فشون الله 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 يا كابتن الله. غطي له عيونه معنا شقفه نغطي له عيونه بيمشي حاله. معضط لي على ال ما ضاربه اصلا مسكها. ولا صح الجيك داخل بحلقه طالع من ورا. عرفت؟ دخل من من الخشم صح؟ لا دخل هذا طلع من الخياشيم من الخلف. ايوه خز خز خز. هذا شد ترتيبه نقص الخيط؟ ترتيبه حفك الجيك ولا لا؟ يلا شو رايك؟ انا بسوي مشكله هاي عشان ترد هذا صح. خلي بس الروت الهولدر بس تعال بس اول شيء كافك يا رب.